مساء الخير، الله يسعد مساكم. ان شاء الله كل سنة وانتو بألف ألف خير، وان شاء الله الله يجعل هاي السنة سنة فرج على الكل ورحمة، ويا رب تفرج على الكل، على كل الدول، لأنه عن جد ما بقى بس سوريا، يعني وضعها صعب، صارت كل البلاد. هلأ رايحين حتى نجيب أغراض رأس السنة، فهلأ عم استنى الأسانسور رح نروح نجيب أغراض. ان شاء الله رح اسوي هيك طاولة مرتبة وتطلع حلوة. هلا راس السنه بعد بكره، فانا اليوم رح اجيب الغراض لانه دوب يلحق شغل بكره. هلا رح اروح على السوبر ماركت. اجى الاسانسور. ايه بدي زبدة فريز. ايه وبدي هذا بايش؟ بالكراميل ونادر ولا شو؟ كراميل حليب النسلي. هذا كراميل يعني؟ لا حليب نسلي. ف لا شوفي لي فترة كويسة. لا لسه قصيرة، لسه قصيرة. هلا خلص بتأجل لبكرة بس خلص. هاي بقد طلع البقدونس دبلان بس أخضر، يعني ما مصفر مثل هداك. بس أخضر. لا هاي لا. من أي نص؟ ثلاثة هدول؟ ثلاثة واحد. حرام نفرقهم. بدي ملفوف لليالانجي. هون في فليفلة كمان. وهلا رجعنا على البيت وخلصنا التسوق، فقلت أول شي رح أحط الحليب على النار. ورح ساوي من هاي الصحن حلو، من هاي الغزلة، غزلة البنات. هلأ هون يعني ما رح أدقر ولا شي، يعني جينا بوقت متأخر وكنت كتير تعبانة، فقلت بكرة من الصبح رح بلش شغل أنا وبنتي حلا رح تساعدني، فتركت كل شي على حاله. يعني بس عملت هذا الصحن الحلو ورحت نمت. تاني يوم الصبح رح بلش إن شاء الله بالشغل وبكل شي. وهلا هون صرنا بتاني يوم، فقنا من الساعة 7 الصبح أنا وبنتي. قلنا يلا لحتى نبلش، عنا شغل كتير وشغلات كتير بدنا نساويها. فأول شي رح نفضي الأغراض. رح ورجيكم شو اشتريت. جبت هاي الفرشاي مشان سقي الكيك فيها. هلا عندي فرشاي بس تبعيتها بتتحرك، قلت هاي صبة واحدة يعني. وجبت زبدة للكريمة، وجبنة موزاريلا للبيتزا، وطحين، وهدول علب السفاري كمان. وجبت هاي اللومي، اللومي خالص من عندي، وجوز الهند، وبهار حب، وعلبتين جيلي كمان رح اعملهم جيلي مع المهلبية، وفطر كمان. وشو كمان؟ وجبت من هدول الصوصات، كتير طيبين لحشوة الكيك، هيك جاهزين يعني بالفريز وبالكراميل، كتير طعمتهم طيبة. هلا اول شي رح اشرب القهوة، قلت هيك رح اشرب على السريع وعلى الواقف، انه ما رح اقعد لانه بس قعدت يعني راحت لساعة، فهيك على السريع. وهالفترة كتير معلقة على هي البسكويتة، كل فترة بعلق على نوع كتير طيبة، في منها ثلاث نكهات بس هي النكهة اطيب الشي. هلا رح نبلش بالكيك. رح اعمل الكيك الاسفنجية، ورح استعمل هدول الطناجر للقوالب. يعني بالاول رح ادهنهم بالزبده، ورح احط ارضيتهم ورق زبده.
هلا هدول كتير مناح، ما بستعملهم انه للطبخ او شيء، بس تركتهم مشان لانه بيدخلوا الفرن، لانه مسكاتهم انه حديد يعني، وحتى حجمهم كتير مناسب لقوالب الجاتو، كتير انه بلاقيهم مناسبين يعني. هاي مو اول مرة بستعملهم. هلا رح قص ورق الزبدة مشان نحطه بس هيك، بس بالارضية يعني، مثل ما لاحظتوا بالاول دهنتهم كلهم بالزبدة. هلا على الاطراف رح رشهم بالطحين. رح اعمل الكيكة مقدار قالبين بقالب، وبعدين هيك بوزع على الاثنين يعني. هلا حطيت السكر، بتحطوا السكر قد الطحين. هي طبعا الكيكة الاسفنجية يعني، هذا مو الجاتو العادي اليومي. مثلا حطيت 300 جرام سكر و 300 جرام طحين. وهلا هون رح احط 10 بيضات، بس انا هون بحط يا 11 يا 12، لانه حجمهم صغار زياده. اذا وسط عاديين حطوا 10، هو كل قالب يعني بده 5. وحطيت بشرة برتقان وليمون وظرفين فانيلا. هلا مثل ما لاحظتوا كمان تحت الطنجرة، انا غليت هيك مي على النار وحطيت الطنجرة فوقها. بالاول هيك بحرك لحتى يدوب السكر، بحرك بالمضرب اليدوي، وبعدين بحرك بهي الخفاقة. هلا بضل بحرك لمدة 12 دقيقة. هلا شوفوا كيف بتضاعف الحجم وبتصير شكلها مثل الكريمة. 12 دقيقة كاملين، وما تخافوا على الجهاز مثلا يحترق او شيء، يعني هن مخصصين لهذا الشيء بالاخص، يعني الجاتو بده خفق مدة منيحة. هلا بالاول هي الطريقه، انه بنحط الطنجره تحت طنجره مي سخنه مشان انه تدفى والبيض ياخذ حراره منيحه ومناسبه، مشان هيك على الخفق يعني يخفق اكثر. هلا كمان رح احط معلقتين زيت، بس مثل ما لاحظتوا ما حطيتهم مباشر على الجاتو، بخلطهم مع شوي من الخليط، وبعدين بحطهم فوق، لانه الزيت يعني ماده كتير تقيله مشان ما ينزل معي الخليط. وهلا رح بلش حط الطحين. هلا بهي الوصفه ما رح احط بيكنج باودر ابدا، ولا اي ماده انه لترفع العجينه، ولا شيء. ما حطيت بيكنج باودر لانه مخفوقه بطريقه يعني كتير منيحه، ما في داعي. هلا اذا بدكم تحطوا معلش حطوا، يعني فيكم تحطوا هون مع الطحين، بس انا ما حطيت. عن جد هي الوصفة كتير ناجحة، وأنا ما اعتمدتها يعني، هي مو أول مرة بساويها، من قبل عملتها وكتير ناجحة، وبيطلع الكيك كتير هيك هش وطري وكتير ناجح. هلأ الطحين بنحطه على دفعات خفيفة، ما تحطوه هيك مع بعضه، هيك على مهلنا شوي شوي. طبعا أنا حميت الفرن، مشغلة على الفرن، والقوالب مجهزتهم جاهزين. هلا هي اخر مرحله يعني، بنحرك بس هيك شيء انه يختفي الطحين، ما كتير تزوره بالتحريك يعني عادي. هلا رح صبهم على القوالب. الكيك الاسفنجيه ما بدها سوائل وما بدها زيت كتير، مثل ما شفتوا بس معلقتين زيت. هلا رح دقون هيك بهالطريقه مشان هيك يطلع الهواء، وبعوده بعمل هي الحركه لحتى ما يصير عندي وقت اللي ينتفخ الجاتو ما يصير عندي جبل بالنص، يعني يصير ساوي، ما انه من الفقاعات اللي بقلبه. وهلا رح ادخلهم الفرن، بياخذوا تقريبا من 30 ل 35 دقيقه. وهون حلولي عم تفرم لي الخضرة مشان اليالنجي، عن جد شالت كتير يعني حمل عني وساعدتني، الله يعطيها العافية ويخلي لي اياها ويخلي لكم ولادكم يا رب. هلا رح جهز الكريمة. انا بعملها مثل هيك مهلبية يعني، بخلطها مع الزبدة، هي كريمة الزبدة. هون حطيت معلقة كبيرة طحين ومعلقة كبيرة نشا ورشة ملح وفانيلا وكاسة ونص سكر، يا أما كاستين سكر حسب الرغبة، وحليب كمان تقريبا حليب كاسة ونص.
وبحركهم هيك على الغاز لحتى تسمك وتجمد منيح. وهلا رح بلش باليالانجي. هون عندي لسه الملفوف، كل شوي عم اسحب ورقه ورقه، يعني لسه على النار. وهون كمان جهزنا كل الغراض، بقدونس، بندوره، فليفله، بصل كميه منيحه، ومعلقه كبيره دبس بندوره ومعلقه كبيره دبس فليفله. وهون عندي البهارات اللي رح احطهم، ملح، بن قهوه، بنحط بقلب قهوه بتعطي نكهه كثير طيبه، معلقه كبيره، ومعلقه سكر، ومعلقه كبيره نعناع، ومعلقه صغيره بهار حلبي. وهون كمان عصرت ليمونه وزيت زيتون وزيت نباتي ودبس الرمان. وهون عندي حلوله عم تفرم لي الجوزات، كمان بحط معه جوز بيطلع نكهته كتير طيبه. ساوي
حفلة. هلا رح اسوي مهلبيه، طبقات مهلبيه مع جيلي. هلا اول شيء عندي هذا البسكويت، غطسته بحليب مع النسكافيه وحطيته هيك بالصحون وكاسات. هلا كنت اعمل يعني بريكس كبير، بس قلت هيك انه كل واحد بياخذ صحنه او كاسته هيك احلى يعني. وهلا عم جهز المهلبيه، رح احط المهلبيه والطبقه الثانيه الجيلي. هلا رح احط هيك شويه من هذا التوفي او الكراميل، هذا اشتريته جاهز، هي الصوص اللي اشتريته هيك، بس هيك يعني شوي. وهلا بعد ما حطيت المهلبية حطيت على وشهم موز، ورح احط هيك كمان شوية صلصة الفريز. هاي الصلصة كتير طيبة، حتى هيك ريحتها بتفوح يعني كتير طيبة. بس هيك يعني خط. هلا انا جهزت الجيلي، هلا رح احط الجيلي، بس حط شوي من هذا الصوص. هذا هو شكل الجاتو. هلا كل الزينة اللي حطيتها عليه بتتاكل، هدول كلهم للاكل يعني بيصيروا، بس من عدا الارقام هدول لا مو للاكل يعني. وكمان حطيت شريط اضاءة، هلا بشغل الاضاءة هلا شوفوا كيف رح يصير شكله، صار كتير حلو، بس لسه ما خلصت يعني في باقي الزينة. هلا رح ساوي اكله كثير طيبه عن جد بتجنن. هلا هي بتشبه الاستراغنوف، بس هي غير الطريقه. هون الصدورة الفروج دقيتهم كيف وقت من دق الصدورة تبعات الكوردون بلو هيك يعني، دقيتهم وتبلتهم توم وبهارات وزيت، وبعدين حميت المقلاي
وشوحتهم مع الزيت يعني وشو قفى. هلا رح احطهم، رح صفهم بالبيركس شوي هيك صغرهم. وسويت يعني بنفس الطواية، او انا بالطنجرة قليتهم بنفسها، بيكون هيك لسه فيها الزيت والبهارات تبعيت الفروج. بنحط عليها كمان معلقتين كبار زبدة وبصلة من جوانح مقطع جوانح وسنين توم مهروسات وفطر ودرة، وكلهم بنقليهم نشوحهم مع بعض. بعدين بنحط عليهم معلقتين ثلاثة طحين، كمان بنقلبه هيك شوي معهم شي يتحمص انه شوي. وبعدين بنحط حليب كاستين او ثلاث كاسات، او كريمة طبخ او قشطة حليب مع قشطة، او اذا متوفر كريمة الطبخ. وبهارات كمان شوية كاري هيك شغلات، يعني البهارات اللي بتحبوها. وهيك بتكون جاهزة، عن جد صارت بتجنن هي. وهلا شوفوا شلون رح طبقها بالبيركس. رح احط قطع الفروج بهالطريقة. خذي الورقة تبعيتها. هلا رح احط عليها الصوص. بسم الله. هلا اخر شيء على الوش رح احط جبنة. تعالوا لورجيكم البراد ايش قد شكله حلو صاير. هلا هاي بس بدها الفرن، بحطها بالفرن. هون الجاتو، هون الجيلي والمهلبية، هون هذا اليالانجي والبيتزا، وهذا الصحن من عند جارتي. فعن جد البراد بجنن. هلا كل شيء جاهز والبيت نظيف، وهي الغرفة جاهزة والطاولة جاهزة والبيت كله نظيف. هلا خلصت كل البيت، اليوم جاي لعنا بس ضيفة وحدة، مع انه ضيوف بس وحدة. عن جد راحة. هلا انا رايدة هيك يضل الوضع هيك لانه هلا بعد العزيمة يعني البيت كله رح يصير بالمقلوب. انا بعرف المطبخ الصالون البيت، فشقد حلو هلا هيك البيت كله نظيف والبراد مليان اكل. وهي هي الطاولة هيك كانت، عن جد طلعت كتير حلوة والأكلات كتير طيبين. الله يديم علينا النعمة يا رب ويحفظها من الزوال. والضيفة جابت معها كم أكلة كمان، وكمان فوق كل هذا الأكل إجا جوزي وهيك جاي عباله الشوي وجايب لحمة وفروج، وقعد يقطع ويتبل وأخدهم وراح شواهون عند الشوى. طبعاً قلت له يعني معقول كل هالأكلات وشوي، بس كتير جاي عباله يعني بما أنه رأس السنة وهيك. وشوفوا هدول أكلاتي كمان، اليالنجي والبيتزا، ورتبتهم بهالطريقة وغلفتهم يعني من الصبح مشان ما يبسوا أو مشان يضلوا هيك شكلهم. يعني يالنجي الملفوف كتير طلع طيب، يعني أنا حتى حبيته أكتر من ورق العنب. والبيتزا كتير طرية كمان، والكيكة عن جد يعني مين ما يشوفها يبعتلي انه شقد حلوة وشقد شكله مميز وحلو. بالفعل كتير انا حتى حبيت الكيكة هالسنة، كتير حبيتها. هلا انا كل سنة بالاخص برأس السنة بحب ساوي الجاتو بايدي، ما جيبه جاهز، بحب انا ساوي. وكل سنة بساوي موديل مختلف واحلى من التاني. هلا بحط لكم الموديلات اللي عملتهم بالسنين الماضية. Thank you.
لا 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 ماما تعالي كل شوي علي. الله يبش بعدي عني. يا تحس رح تصير حريقة. Спасибо.